بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أي كلام غير القرآن والسنة لا يجمع الناس أبدا، إنما يجمع بينهم الكتاب والسنة التي جعلها الله جامعة بين القلوب والأبدان. ثم قال جل وعلا موصيا عباده المؤمنين ولتكن منكم أمة توجد، لتكن يعني لتوجد منكم أمة أي جماعة، أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الأمور هي علاج للاختلاف والتفرق، فإذا قام في الأمة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتعدت عنها الآفات التي تفرقها وتشتتها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، والمراد بالخير كلمة عامة تجمع كل خير وصلاح وهدى دنيا والآخرة، يدعون إلى الخير، إلى طاعة الله وطاعة رسوله، إلى المحبة بين المسلمين، إلى التآلف، إلى التعاون على البر والتقوى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا بد أن يوجد هذا في المسلمين، لا بد أن يوجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضاعت الأمة وتشتتت. والمعروف كل ما أمر الله به ورسوله فهو معروف، والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله فهو منكر. الناس وإن كانوا مسلمين وإن كانوا مؤمنين يوجد فيهم الكسلان، يوجد فيهم العاصي، يوجد فيهم من عنده هوى، يوجد عندهم أمور وإن كانوا مسلمين، فلا علاج لها إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا تقوم الأمة ويتم أمرها ويبتعد عنها الشر إلا إذا وجد فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركهما الكل أثموا كلهم. فلا بد أن توجد جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يتولون الحسبة ويقومون بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أمر بشيئين: الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا يجمع الأمة ويطرد عنها الشر والتفرق والاختلاف. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حصر الفلاح فيهم الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هم المفلحون وحدهم. فدل على أن الذي لا يدعو إلى الخير ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر أنه ليس من أهل الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك الذين هذه صفاتهم أنهم يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هم وحدهم المفلحون دون سواهم. والفلاح ضد الخسار، الفلاح ضد الخسار والهلاك. ثم قال جل وعلا ناهيا عباده: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نهى سبحانه عن التفرق، التفرق في القلوب والأبدان والاختلاف في القلوب. لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، التفرق والاختلاف آفتان من آفات المجتمع، والمسلمون أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، لا يجوز فيها التفرق والاختلاف. المسلم للمسلم كالبنيان، شد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه صفة المؤمنين، لا تفرق بينهم ولا اختلاف بينهم. وإن وجد اختلاف فإنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة فينحل الخلاف ويزول. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله هو الرد إلى القرآن، والرد إلى الرسول هو الرد إلى السنة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. الخلاف يحصل، طبيعة البشر، الخلاف يحصل، لكن لا نستمر على الاختلاف، بل نحسمه بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ما تفرقوا عن جهل أو اختلفوا عن جهل، إنما اختلفوا عن علم بعدما جاءهم البينات، جاءهم القرآن والسنة، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا مبرر للاختلاف والتفرق، ولا مبرر للبقاء على الاختلاف والتفرق إذا حصل، بل يحسم ذلك بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأولئك، أي الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، لهم عذاب عظيم، عقوبة لهم، لا يعلم
شدة هذا العذاب إلا الله سبحانه وتعالى، لأنهم عصوا الله على بصيرة، على علم، بعد ما جاءهم البينات.